أريد أن أكون من فضلك. يا سعيد حاسب، يا سعيد حاسب، لا تطيح من فوق الحمار. سعيد شجاع وما نخاف عليه يا عبد الله. لا تخاف يا اخوي، لا تخاف، راح اسبقكم وارجع كسرعة الرياح. انتبه منصور، انتبه الدرقه ان شاء الله. ومثل ما خبرتك يا معلم، الواحد فينا يدور رزقه ورزق عياله اليوم وباكر، ربك بيسر اموره. البركه في عبد الله واخوه سعيد، باكر بيكبروا ان شاء الله وبيريحوك. عسى يا معلم عسى. اقول منصور، سعيد ليش ما يجي المدرسه؟ ما شاء الله عليه، ولد نبيه ويحفظ القران اكثر من اولاد الحاره، وصار له كم يوم تغيب عنه. خير ان شاء الله، ايش صاير؟ لا ما في شيء، بس انا قلت له يتاخر كم من يوم. منصور. نعم. انت مخبي علي شيء، انا حاس انك انت مخبي علي شيء. صحيح انك انت ما تشوف وعيونك ما يفضحنك، بس ترى باين من برد صوتك انك انت مخبي شيء. ما خبي عليك يا اخوي، تعرف الغلا في البلاد والاسعار مرتفعه في السوق. لا تحاتي هم يا اخوي يا منصور، الله كريم. علشان كذاك انت ما خليت سعيد يجي لمدرسة. مساكين الاولاد طول النهار وهم يرقطوا، والعصور ينزلوا رقاط السوق عشان يبيعون، ويا ريتهم كفي، لكن ايش نسوي، تراهم يساعدوني. ايش هذا؟ لا يا معلم، لا، ما منصور من عبد الله اللي يقبل صدقة من حد. خلي فلوسك حالك منصور، لا تكون عنيف، هذا ما حال، هذا حال الصغيرين. قبض. صحيح يا معلم أنا محتاج، بس عمري ما مديت يدي لحد، ولا بمدها إن شاء الله. وإذا تعزني خلي فلوسك عندك، أنا بروح أسف لي خصفتين وأقلد لي حبلين وبنزلهم السوق، واللي فيه الخير يقدمه ربك. وإذا تعزني بصحيح روح شوف شغلك. هلا قوم بصير اوصلك في طريقك. قوم خل تفضل اقبالك يا حصان. صافي صافي. سعيد ولد عمي، صباح الخير، خذ هذه الورده. لا تقولي ولد عمي، عن حد من حراس ابوك يسمعش، بعدين يخبر علي يشمش وتضربش. سعيد انت ولد عمي وكل الناس تعرف، يعني انا وانت سوا. انت وين وانا وين، فقير منتف، كل يوم الصباح اروح ادور على الرقاط وارجع قبل المغرب، وانت بنت ناس عز عاشة وسط المزارع والخدم والحشم. انت وين وانا وين. سعيد أزعل منك؟ لا تقول كذاك، خذ أنا قابت لك قشات. ياه الله يخليك يا بنت عمي، من زمان ما أكلت قشات. وهذا حال خوتك، دير بالك على نفسك يا سعيد.
بسرعة شردي، هذا واحد من حراس أبوش. أنا ما يقدر يقول لي شيء، روح أنت قبل لا يذيك. يلا مع السلامة. مع السلامة. يا الله حثون، أبو تشوف عليك ذاك، أن كنت حاسد؟ أنا ما حاسد، لكن عبود أنا جوعان، تكلي أتكلم، أبقات لي شيء؟ أب، حثون أنا أكبر منك. حثون، مو رأيك اليوم نروح الوادي وننام حيث الماي؟ ما نسير، بعدين قايلة حبوتي ما نسير الوادي، أنت تسير تسبح وبعدين أتدق لك صرعتك وتغرق وتموت. ايوه عقب صح. قول حثون، ها انت تخاف يا ابن الكيفه اتي؟ ايوه اخاف واجلس اصيح اصيح اصيح. الله فيك يا حثون، طينا حبك حثون. انت تحبني واجد؟ باغي تحبني؟ ايوه. اول طيني حلوه. يا الله، انت عندك كل شيء بالاكل؟ دوك زين. ها بعيد تلعبون هي؟ احنا ما نلعب مجانين. حباتكم مجنونه. أظن سيف، سيف وين يروح هذا الولد؟ عذرا يا عذرا. عذرا يا عذرا. خير أبو سيف، علامة صارخ من الصبح. هي ولدي سيف بعده نايم. قومي، هذا الولد بيتعود على الكسل. ولا ايش عاد قومه، خلي الولد مرتاح. الله. طيب طيب أقول عذرا. خير، أشوفك اليوم تلبس من الصبح. مستعجل شوية، بغي أروح أشوف النخيلي وأتجهز حال التبسيل. والبيادير اللي عندك إيش يسويه؟ بعض الأعمال لازم أشرف عليها بنفسي، خاصة أن بعض الأهالي ما عاد منهم بيع الطنع، يقولوا أنه رخيص، علشان كذاك لازم أتفاهم معهم. وحد يتجرى يوقف ضدك ويكسر كلامك يا ابو سيف؟ علشان كذاك لازم اروح واتاكد بنفسي. هذا اكيد منصور العور هو اللي محرضهم عليك. لا يا عذرا، لا، اخوي منصور طيب وما يسويها، واذا اتضح انه له يد في الموضوع اتاكد اني راح اكسره. اكيد يا ابو سيف، اهم شيء سمعتنا ما تنزل الارض. اطمني يا عذرا. يا الله توكلنا على الله. سلام عليكم با، سلام عليكم ما. عليكم السلام. عليكم السلام. هيك انتي من الصباح، انتي هيك انتي، ها؟ راحت تدور بالحواير مثل أولاد الفقارة. رحت أشوف الأشجار وهي تتفتح، والطير وهي تغرد، والأولاد هم يرقطوا. يلا يا ليتنا أروح أرقط معاهم. لا، انتي تبغي تجيبين الكلام يا بنت؟ عيب أولاد عمي يرقطوا. نقوى، كم مرة قلت لك لا تكلميهم ولا تجيبي سيرتهم؟ انت شفتي حد منهم اليوم؟ ها؟ لا لا ما شفت. سمعي يا بنت، من اليوم وطالع لازم تسمعي كلام امش، وما تطلعي من البيت الا باذن، مفهوم؟ واذا شفتي حد من اولاد عمش لا تكلميه. سهفي سهفي. ليش يا ابوي ليش؟ بدون ليش، مفهوم؟ نقوى يا بنتي، لازم تسمعي كلام ابوش وكلام امش وبس، بعدين لا تقارني نفسك بأولاد الحارة. انتي بنت راشد المسمار. يلا يا جماعة الخير، بكم النادي؟ كم النادي؟ 10 بيسات. 10 بيسات، 10 بيسات، من يزيد؟ 15 بيسة. 15 بيسة. زبين متروس خلال، من يزيد؟ 20 بيسة. 20 بيسة. 20 بيسة. يا رب خلالنا اليوم 90 بيسة. عسى يا رب. 30 بيسة. 30 30 من يزيد؟ 35. 35 بيسة. 35 بيسة، من يزيد؟ من يزيد؟ تامر بشي طال عمرك؟ أقصد هنقرينا راشد، يا أمر بشي؟ خذوا كل الرقاط الموجود وعطوا كل واحد منهم 10 بيسات بس. وصغيرين، الزبيل بعشر بيسات بس،
واخذوهن عند هنقرينا حمد. عشو ابي اسات شوية ما يكفينا. ما حد قال لك ما ترقط واجد. زين نادي عليهن. انت بعدك صغيرة ما تعرفي شيء. يلا سكبي قفيرك تعال اخذي عشر بيسان عند عمك حمد. سرع يلا يلا كل واحد يسكب قفيرة. يلا بسرعة يلا ما تسمع. بعشر بيسات بس ليش ما خليتونا اروح اضرب حمد كلب عمي؟ يا سعيد هذين ناس ما فيهم رحمه واكيد الله راح ينتقم منهم اكيد. طيب احنا لازم تكون معنا تروس حال عشا اليوم. ما عليه بنروح نرقص بكره مره ثانيه اكثر من اليوم واشتروا عنا برخص التراب. ماشي حال غيره. يلا ما عليه. وعمي ليش تسوي كذاك؟ عمي طيب ويحبنا بس اللي حواليه يتصرفوا كذا. بعدك تدافع عنه كلهم سوا. نروح نشوف ابونا ايش مسوي. ابوي اكيد راح عند غافة اللمد مسكين مكان الوحيد اللي يسلي نفسه فيه. اهل الحارة تعوري يقضي الوقت هناك ويلعب الحواليس كذا ابوي يتسلى. صحيح هذا القشاط من عند بنت عمكم نجوى. ليش تاخذ شيء من عندهم يا سعيد؟ ليش ابوي خبرنا ما ناخذ شيء الا لما نخبره. عبد الله نجوى غير خاف تطلع مثل امها شريره وكريهه. قلت لكم نجوى غير خذوه علشان خاطري. جيب علشان خاطرك. انا ما اريد اكل شيء من دون اذن ابوي. خير معلم كأنك تفكر في شيء. اليوم حصلت منصور بن عبد الله الرجال متكدر الرجال محتاج مساعدة وأنا ما عارف كيف أساعده لدرجة أنه منع ولد سعيد يجي المدرسة. صحيح تذكرت يا معلم اليوم قالت جارتنا زوينة الصبح مطرشة بنتها وبايع عيش عندهم ضيوف وأنا عطيتها عيش من غير ما أخبرك. أنت الخير والبركة يا أصيلة. يكفي أن الجيران كلهم يعزوش ويحترموش. هذا كله من عند الله وفضلك. بس ما قلتي لي كيف ممكن أساعد منصور؟ منصور كل أهل الحارة يحبوه وعارفين أنه فقير ومحتال لكن هو الله يهديه ما يقبل مساعدة من عند حد نفسه عزيزة. لا حول ولا قوة إلا بالله. زين أقول أصيلة حاولي تزوري أولاد البيت وتشلي لهم المتيسر وبدون ما يعرف منصور. حتى أولاده متعلمين منه عزة نفسهم تخليهم ما يقبلوا من عند حد شيء أبدا. مساكين طول اليوم يشتغلوا لكن يلا بحاول. دايما أقول أصيلة يا أصيلة. عليكم. السلام. كيف حالكم صغيرين بخيرين؟ الحمد لله. مو قاسين تسويوا؟ خلوه هذا انا جايبت لكم عشا من معنا. احسنتي يا خالتي احنا الحمد لله قادرين نطبخ والخير واقف. يا عبد الله يا ولدي بسكم من التعب والهلاك؟ لا يا خالتي التعب ولا حاجه الناس. تفضلي يا خالتي نجيبش قهوه. احسنت يا ولدي وبارك الله فيك لكن عاد انا اليوم وحدي جايبه العشا من معنا. خالتي أصيلة لا تتعبي حالك
إذا كنتم مسوين عزيمة ما عندنا مانع. لو كنا مسوين عزيمة كنا سمعنا من أهل البلاد. لا عزيمة ولا شيء يا ولدي. أنتوا ولاد الغالية، أمكم كانت عزيزة علينا يا ولدي، وأهل الحارة كلهم يشكروها، وأكلنا أنا والمعلم من خيركم. جدك الله يرحمه كان كرم على أهل الحارة كلها، وحالتكم هذه اللي انتوا فيها إن شاء الله شدة وتزول. الله كريم يا خالتي، خضع الشاش ورقعيه لأن أبونا ما يرضى. ما بودنا نرجع العشاء يا خالة، بس هذا مبدأ الوالد. الله يهديك بس يا منصور، عزة النفس غارسنها فيه. يلا في مالنا. أنا خبرت أحمد إن ثمن المبسل قليل وما نقبل فيه. بعيد الشر كذاك؟ كإحنا تنبيتهم وتحذيرهم كلفاتنا أكثر من كذاك، معقول نطنيهم بخسارة؟ آه، وتطنيهم لين يوافقوا على المبلغ اللي إحنا حددناه. خبرني منصور إن حمود الشاوى يخضن كلهن السنة، هيسوي النفيعة حالهوشة. وأنا كمين مبسل اللي عندي أسوي منهن سح، والباقي أنزله من أهداف السوق. خليهم حنا ولهم، يفكر ما حد قادر عليهم. وحتى مال الموقوف متفقين مع الدلال على السعر اللي هم يحددوا. يلا 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 نروح، الوقت مساء علينا. هل رايحين؟ انا وحثون نبات هنا في الوادي. لا حبيبتي قايد، لا تناموا في الوادي. اوه هلكتوني، اتباتوا هنا ولا تقيوا بولي دكان؟ بس احنا قايلين هنا نسمع خبر. يلا عمي حبيب سوي لنا خبر. كل يوم خبر، كل يوم خبر، خلوها باكر. لا تو يعني تو. امري لله. جلسوا جلس يا سعود جلس. لا حول ولا قوه الا بالله. جلسنا. يلا سمعوا يا اولاد، كان يا ما كان. اصبر شويه اصبر يا جماعه، تعالوا عم حبيب يحكي خبر جديد. تعالوا كان بس سمعوا، تعالوا. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أحسنت يا ولدي. وين أولاد منصور اليوم؟ ما حد جاي منهم؟ ما جايين اليوم معلم. ما حد منكم يعرف ليش ما جايين أولاد منصور؟ أكيد قاسين يرقطوا، ما عندهم شغل غير رقاط. يلا روحوا الحين وتعالوا باكر في نفس الوقت. سلموا على المعلم ويقولكم طلقة. أحسنت يا بنت أحسنت، بارك الله فيك. يلا قوموا طلقة. يلا روح. السلام عليكم. وعليكم. منصور بن عبد الله المسمار، على وين رايح؟ هذا كأنه صوت سيف بن حسن. نعم أنا سيف بن حسن يا أبو عبد الله، كيف حالك؟
الحمد ايش اخبارك يا ابو عبد الله؟ كيف حالك بخير؟ مشتاقينك يا ابو عبد الله. انا مشتاق لك اكثر. كيف حالك؟ اكيد راح تجلس تحت غاف اللمد يا ابو عبد الله. اكيد. وفي مكان غير الواحد يصير يجلس فيه، اسمع اخبار الناس ونشوف اهل الحاره. كيف الاولاد والربع؟ كلهم اطياب وبخير. اذا انا اروح معك نسمع اخبار البلد هناك. اهلا وسهلا يا ولد حسن، واكيد اهل البلد بيفرحوا برجوعك. ما دام انت موجود فالبلاد الف خير يا ابو عبد الله. اهلا وسهلا فيك. يلا يا الله يا صاحبي. يلا. وهذه اخبار الحاره يا ولد حسن. للاسف يا منصور، ما حد قادر يقول لا ويوقف قدام هذا الناس. كل واحد همه يحصل رزق، وهم يسرحوا ويمرحوا على كيفهم. وانت ليش سويت قضيتك مع اخوك؟ سل ما تشوف، لا شيء جديد. بس هذه اموالك. اموالك يا منصور. وايش تريد يا ولد حسن؟ تريدني اشتكي باخوي؟ لكن هو ما حسب هذه الاخوه، بالعكس قال صديقك. الله كريم يا ولد حسن، بيجي يوم وبيحس. اسمح لي يا منصور، اللي مثل راشد ما يحس، كله همه جمع الاموال حتى على حساب غيره. اقول سيف، ما تشوف لي سعود وحبيب قربنا؟ لا والله، بس ابو عبد الله شايف لمه من الناس، اروح اشوفهم وارجع لك. الناس ما يلتموا الا اذا كان صاير شيء، الله يستر. عبود اخوي، عبود اخوي، مالك يا جماعه؟ اخوي عبود، عبود اخوي، عبود عبود اخوي، عبود. روح يا مسلم، روح يا مسلم، بعد عنه يا جماعه، خلوه يتنفس. عبود عبود، لا حول ولا قوه الا بالله. حد يروح يجيب منصور منكم؟ عبود، حد يروح يجيب منصور منكم؟ عبود، لا حول ولا قوه الا بالله. شوي حسن، شوي نفس عنه، نفس عنه، خليه يتنفس. اخويا عبود، الله يشفيك، الله يشفيك. اخويا عبود، اخويا، تعال 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 منصور، تعال اخويا عبود، لا حول ولا قوه الا بالله. مسكين صار على الرثاء. بسم الله الرحمن ايش سويت يا حمد؟ كل شيء تمام طال عمرك ومثل ما امرتني. اريد اعرف كل شيء بالتفصيل الممل، ودور كل واحد فيكم. ابغاكم تخبروني من هذا اللي معارض في بيع الطنمين؟ قل لي طال عمرك، ما حد يقدر يرفض السعر اللي انت تحدده. عقب ايش هذه الاخبار اللي سمعتها يا حمد؟ طال عمرك كلهم تحت شورك، بس هم اثنين، اثنين اللي معارضين في الطنع. اثنين؟ مين هذيل الاثنين؟ معروفين طال عمرك، معروفين، سعود وحبيب. سعود وحبيب مرة ثانية. أبغاكم تأدبوهم، وإذا شفتوا أي مبسل يخصهم قدوه، وإذا أي واحد فيهم تكلم كلمة أدبوه. أبغاهم يجوني مذلولين مهانين، مفهوم؟ إن شاء الله طال عمرك. بس طال عمرك، بس ولا كلمة. تجلس بس لي تجلس. هذا بيطل طول عمره جبان. هذا قصدي أقول طال عمرك، سيف بن حسن رجع البلد. سيف بن حسن رجع البلد؟ متى؟ أمس بالليل طال عمرك. ليش ما خبرتني يا حمد؟ طال عمرك أنا ما أعرف إلا من كلامه الحين، وما أنت تعرفني، أنا ما أخبي عليك شيء، أول بأول أخبرك. قلت لك فتح عينك زين يا حمد. وسيف بن حسن أبغى يجين البيت، وتروح له بنفسك وتقول له أن راشد مسمار يبغاك. تأمرني أمر طال عمرك؟ معقولة؟ معقولة يا طويل العمر تعزم سيف بن حسن عدوك اللدود؟ أنت ما تعرف شيء ثاني. أبغى يحس بالتغيير ويعرف قدر نفسه زين. حسون، شيل اخوك البيت يا ولدي، لا تجلس الضايق واهل الحاره. انا ما ضارب حد، لكن هم يغايرونه، يقولون عبود وحسون ماكلين جرجور وهو يضايق. حسون اسمع الكلام، شيل اخوك وخليه يتسبح، وخلي حبوتك الداوي. احسنت عمي، احسنت. انت تقرا علي قران، انا اصح، وبيغايرنا انا وحسون بنعقب حظا. لا يا عبود، لا، انت عاقل، روح البيت الحين.
وبختي انا عاقل 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 وانا وانا اخوك عاقل وما كنت باقل خلاص بروح تراحته يلا في امان الله سلامه في امان الله مع سلامه شياطين اولاد الحاره الله يهديهم جننيب وما يراعي ان عبود مريض بالصرع مسكين صحيح خذ منصور تفضل الحياه صعبه يا اخوي والمرض ابتلاء من الله والصحه نعمه ولازم الانسان يشكر الله يرحمك يا الوالد كان يقولنا هذا الكلام بعد كل صلاه الله يرحمه كلنا تعلمنا اللي ما قادر أعرفه إنكم أنت وراشد أخوه بس الفرق كبير رغم إنكم من أم وأب واحد حبيب أنت وسعود موجودين هو الحسن رجع البلاد تعالوا نتكلم شوية ترى ما بقالنا غير الكلام نقدر عليه وأنت الصادق يا أبو عبد الله أنت الصادق حتى الكلام صار بحذر يا جماعة إيش مستوي ليش القليل خبروني ليش رجعت يا ولد حسن ليش ما وقته هذا الكلام خلونا نشوف ايش ممكن نسوي خير يا نجمة اشوف تبكي حتزعلش ولا دلع بنات لا ما في شيء بس امي ما تريدني اكلم حد من اولاد عمي خير ان شاء الله اساسا ما من مستوانا تفكيرهم غير مفروض انش ما تبكي مفروض انش تفرحي ايش ذنبهم اولاد طيبين خاصة سعيد ورقية هذا سعيد انا ما داني أحس إنه مغرور مثل أبوه بعدين كافي إن أبوي يكرههم أبوي ما يكرههم بس أمي الله يسامحها فكينا من هذا الموضوع شفتي أمي وين؟ روح دور عليها وحدك طيب يا نجوى إذا قشت تفكر في أولاد عمك بخبر أمي وانت عارفة كيف أمي تكره تسمع عنهم شيء بعدين هي بتتصرف حرام عليك يا سيف روحي يلا أمه يا أمه ليش يقصد هالقرينة راشد؟ لأن سيف الحسن لازم يحس بالتغيير عملية صعيبة والحسن يقدر يجمع أهل الحارة ضد العم راشد أنا عارف إن الموضوع ما سهل لكن ما دام العم راشد قال إن ولد حسن لازم يجي ويخضع له وينفذ له كل أوامره يعني لازم يجي ويخضع له وينفذ له كل أوامره كيف يعني؟ كيف يعني تريدنا ناديه يا عم حمد؟ احنا نروح له مثل ما أمرنا العم راشد لكن بالطريقة الصحيحة وانت اللي بتروح له يا ثاني أنا؟ لا 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 العم راشد كلفك انت بهالمهمة وسيف ود حسن لو عرف ايش نسوي بأهل الحارة ما بعيد يضربنا قدام الناس زين خلاص نروح له سوا وبعدين لا تنسوا ان ولد حسن وصل البارحه يعني ما بيلحق يعرف شيء سمعوا يا جماعه الخير نحن لو قدرنا نكسر مجاديف سيف بن حسن صدقوني ما بيقدر يسوي شيء ايش قصدك انا عارف قصده زين قصدك منصور منصور اخو العم راشد وما يرضى حد يؤذيه بس انتوا تعرفوا ان العم راشد اكل حق اخوه منصور سكتوا عن هذا الكلام الحين وانت خبرنا ايش تقصد بتكسير مجاديف ولد حسن سعود وحبيب هم مجاديف سيف بن حسن أما منصور رجال فقير وأعور وما بيده شيء أبوي مجاديف ود حسن أهل الحارة كلهم كلامك صحيح بس نحن لازم نشاور العم راشد في الموضوع تفسير القهوة وموسم القيظة يكسب هذا انتي حرمتي وتحسديني فكيف باقي الناس عاد انا ما حسدك بس انا اقول كان زين يعني لو نبدل هذا الذهب ونجيب غيره هو تبديل الذهب كل سنة يا حرمة ليش لا انا ما حرمت انسان عادي حرمت راشد المسمار لا تسوي لي صداع راس أنا باكر عندي تبسيل أقول راشد ترى كلام الناس يزيد
من يقدر يتقرأ ويقول عني كلام شر؟ أهل الحارة. وإيش يقول أهل الحارة؟ يقولوا وين إنك ظالم أخوك وماكل حقه وما معطينا شيء من الورث. أي ورث هذا؟ أبونا ما خلف إلا أراضي غبرة وقروش حليانة. أنا اللي تعبت واهتلبت. هذيل الناس ما يفهموا؟ خلي أخوك وولاده بالأول يفهموا. أخوك حياتي يصير ما عنده غير أخوي ظالمني وأخوي ماكل لي حقه. عذراء، خلينا من هذه السالفة. زاد من جوره الله شافه وعمى وخلاه ما يشوف. بس يا حرمة بس. انت عارفه سبب عمى اخويا؟ عارفه؟ لا تقوم تقلبين المواجهه بعد. زين هدي اعصابك. بنتك بنتك ما في لسانها غير سعيد ولد عمي وسعيد ولد عمي. كيف هم يجوا هنا؟ في احد منهم يتقرب منها؟ يستانس حد منهم يتقرب ولا ذاك ابوي يسمى سعيد. يلا اني اشوف حيه ولا اشوفه. دوم طلع عينه بحمق. يلا اني هوايه هوايه اني اكسر ضلوع اولاد منصور. عذراء خلاص بسنا من هاي السالفه. انا باغي ارتاح. وانا ما جاي ارتاح لين ما اشوف منصور ونكس راسه قدامي. صدق الله العظيم. صدق الله. ربنا اهدنا وعافنا واعف عنا واجعلنا مسلمين. امين يا رب العالمين. معلم تتعشى قبل لا تنام؟ احسنت يا اصيله. يا الله. اقول اصيله. نعم. اليوم رحت عند ولاد منصور؟ رحت لكن بدون فايده. الصغيرين رفضوا ياخذوا العشاء وقالوا ان عندهم خير ويقدروا يطبخوا. شوفي يا اصيله، الحريم سبب هذا كله. عذرة زوجة عمهم راشد المسمار الله يسامحه خلت هذه العائله تتنهجل. الله ما يسامح ابوك ذاك يا معلم. تعرف في بعض الحريم يحب ان يفرقا بين الاخوه وعذرة واحده منهن. ثار قديم ترد عذرة على عائلة المسمار بالحقد والكراهية. يا معلم حالة ولاد منصور تدخل الرحمة في القلوب. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت دائما أصيلة. إن شاء الله باكر القصر بأسير السوق وبشتري رقاط ولاد منصور وبقيمة زينة. والله تسوي خير يا معلم. يقولوا ان راشد وحمد يضحكوا على الصغيرين ويشتروا الرقاط بعشر بيسات. هذا ظلم ما يسكت عليه. حسبي الله ونعم الوكيل.